ست رئيس، اقول كلام حقيقي يعني؟ أرجوك. انا بتكلم على الشباب المصري اللي هو اللي خايف على بلده حقيقي. لا طبعا، لا ما زعلش والله. حد يزعل من ولاده؟ لا احيانا، لا ولادي، لا ولادي اللي هم بيختلف معايا عشان خاطرها ماشي، لو عرف هيقف جنبي، حقه انه يعرف. ليه ما بيعرفش يا فندم؟ ما تنساش ان احنا يعني حبينا ننجح التجربة بتاعتنا وما نتدخلش فيها، وافتكر الكلمة دي كويس. يعني وسائل المعرفة المتاحة في الغالب وسائل الإعلام والوسائل الحديثة اللي هو التواصل الاجتماعي، التواصل الاجتماعي. ولازم نعترف ان احنا احترمنا الدستور وسبنا ما نظمناش الإعلام وسبناه بلا قيادة. نختلف؟ لا نختلف، ما نختلفش. يبقى دي حقيقة، وبالتالي ما فيش دولة في العالم كده. بس احنا حبينا نحترم إرادة المصريين في الدستور وننجح تجربتنا، ومش بس كده، والتجربة أفرزت فهم عند الناس، يعني أفرزت على عند المصريين، ابتدوا يفهموا ان لابد من ضبط للايقاع ده، ايقاع الاعلام. مش عشان حاجه، مش عشان هو، عشان يحقق الدور الامثل ليه. فنرجع تاني، ده وسيله من الوسائل ان احنا نتواصل بيها مع بعض. لكن خليني اقول لك، احنا النهارده انا قلت المبادره الشباب البي ال بي، مبادره تمكين الشباب. احنا عشان نعمل ده احنا بناخد 500 كل شهرين، لكن هنشوف اثارها لاول 500 بعد 8 شهور، يعني تقريبا سنه عشان تعمل اعداد وتجهيز ل 500 شاب وشابه. اعداد وتجهيزهم لايه يا فندم؟ اعداد وتجهيزهم للقياده حقيقه.